فإحنا ما بنعرف فين الخير، الخير في ما اختاره سبحانه وتعالى. وإحدى القصص اللي تكلمنا فيها في السابق والبعض أرسل لي إياها من جديد، يتكلموا عن قصة من التراث الصيني أو التراث الشعبي الصيني. ففي هذه القصة شو بقولوا؟ بقولوا إنه في مزارع في قرية بعيدة، في قرية بعيدة، وهذه القرية يعني سمتها الفقر، قرية فقيرة جدا. فكان هذا الشخص يعني أغنى إنسان موجود في هذه القرية، وغناه من فين جاي؟ من فرس موجودة عنده، إنه هو يملك فرس، وباقي أهل القرية ما في عندهم لا ناقة ولا جمل، ما في عندهم، فهو أغناهم بهذا الفرس. ففي يوم من الأيام قام هذا المزارع فبده يتوجه للحظيرة حتى أنه يخرج الفرس عشان يمشي عليها يستخدمها. شو لقى؟ لقى باب الحظيرة مفتوح، ولقى الفرس شمالها هاربة. فشو بدأ؟ بدأ يبكي ويصيح وفزع الدنيا، يعني أنا أصابني شر عظيم إنه هذا الفرس شماله فرت فرسي وضاعت، وراس مالي اللي كنت أنا غاني فيه راح علي. فزعل زعل شديد جدا، وقعد يومين ثلاثة في هذه الحالة من البؤس ومن هذه الحالة من الحزن. ففي اليوم الثالث أو الرابع تأتي الفرس وشجارة معها، جارة معها حصان. فشو قال؟ قال أنا كنت مفكر إنه هاي هروب الفرس شر عظيم، شو طلع؟ طلع خير عظيم، لأنه كان في عندي فرس. هلا شو صار في عندي؟ صار عندي فرس وحصان. فاللي فكروا شر شو طلع؟ طلع خير. قام أعطى الحصان لمين؟ لابنه. ابنه شو قال؟ قال خير عظيم أجاني مين أدي؟ يعني أنا صرت من أكبر وأغنى أهل القرية، إنه شو صار في عندي؟ صار في عندي حصان. فبيطلع هذا الابن على الحصان، ما بلحق يشوط عليها زي ما بنقول، إلا الحصان شو ما سوى؟ دابه وانكسرت إجره. شو قال؟ فكرنا جيت هالحصان خير، شو طلعت؟ طلعت شر. طلعنا على الحصان كسرت لنا إجرنا، بدال ما أنا أساعد أبوي، هلا شو أبوي شو بده يسوي؟ هو اللي بده يطببني وبده يداويني وبده يطعميني وبده يسقيني وأنا قاعد في الفراش. فقال فكرنا جيت هالحصان خير، شو طلعت؟ طلعت شر. فقعد في فراشه يعني نايم في هالفراش. فش يومين ثلاثة إلا فرقة من الجيش محاصرة هالبلد. شو قالت؟ قالت كل الشباب على التجنيد الإجباري في حرب، بدنا ناخذكم على فين؟ على الحرب. وصلوا للولد شو لقوا؟ إجره، إجره مكسورة. شو قالوا له؟ قالوا له أنت بتنفعش خليك. شو قال؟ قال فكرنا كسرت إجرنا شر، شو طلعت؟ طلعت خير. فالمقصد يعني هاي القصة شو بتقول؟ إنه إحنا مننظر للأمور بعين، ولكن على الحقيقة شو بتكون؟ هي شيء آخر. ما فينا واحد بيقدر يعرف فين الخير